أنا مش تمر، أنا هي. أنا مش أحمد، أنا هو. أنت ما بتسمعنيش، ولو قلت حاجة ما بتفهمنيش، وكل ما بطلب طلب بتقولي ما فيش. طب أنت ليه ما بتشاركنيش؟ ده أنا شايلة هم كل حاجة، ده أنا نفسي أحط دماغي على المخدة واستريح وأنام. دايما تتهمني بفشلي وانا عاملة كل اللي عليا، ودايما كمان تتهمني بإهمالي. وعلى فكرة انت اول تفكير، بس اعمل ايه؟ ضغوط الحياة، الحياة كلها فوق دماغي. وعلى فكرة بقى انت مش متعاون، ولا في البيت ولا حتى في تربية العيال. وجودك مهم قوي في حياتي، ودي حاجة قالها لساني قبل عيني. بس ليه دايما بتحسسيني اننا اعداء؟ دايما بتشكي فيا وتخونيني. ليه تطلب مني اني اهتم بيكي وانت دايما بتهمليني؟ طلباتي بسيطة جدا، انك تهتمي بيا وتراعيني، تشوفي طلباتي وترضيني. مش خدامة، لا، ده انت ستي ونور عيني. بس الحاجات دي مهمة عندي، لو عملتيها هتريحيني. نفسي تبطلي تسأليني هتاكل ايه، يعملي اي اكل، وصدقيني هاجي من الشغل تعبان واي اكل هيملى عيني. مش كل مرة اقابل فيها اصحابي تهري في نفسك وتفضلي تلومي فيا وتعكنيني. ما هو اصلا صعب اعيش حياتي جوه البيت. ايوه صعب صدقيني، ايوه صعب صدقيني. انا خلاص مش قادرة، زهقت، جبت اخري وزهقت. انا تعبت خلاص ومش قادر اكمل، تعبت خلاص مش قادر اكمل. هو وهي مفكروش غير في نفسهم بس، ما تكلموش غير عن احتياجاتهم والحاجات اللي نفسهم تحقق في الشخص التاني. لكن هما الاتنين نسيوا الحاجة الاهم من كل ده، وهي الاولاد. طب الاولاد هنعمل فيهم ايه؟ لو كل واحد فيهم قرر انه يجي على نفسه شوية علشان يرضي الطرف التاني، ساعتها المركب هتمشي، وهيقدروا ان هما يحافظوا على البيت وعلى الاولاد. لكن لو كل واحد فيهم فكر في نفسه بس وبدى مصلحته على مصلحة بقية افراد الاسرة، ساعتها الاولاد هيروحوا في رجلين والحياة هتضيع.